أهلا بكم أستاذ مباشر. كشف اليوم الأربعاء رسميا عن الملصق الرسمي لكأس العالم قطر 2020، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مطار حمد الدولي، وسيبقى معروضا حتى انتهاء كأس العالم أمام المسافرين من قطر أو العابرين. تم تصميم سلسلة الملصقات الثمانية بالتعاون مع الفنانة القطرية بثينة المفتاح، وتحمل هذه الملصقات بعدا ثقافيا وعاطفيا تتقاسمه شعوب المنطقة، إذ يعبر كل ملصق عن قيم كأس العالم فيفا قطر 2022 بطريقة دقيقة وفريدة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الثقافية والتراث المحلي. قصتنا تبدأ هنا، من ماض ينشر عبقه في أرجاء الحاضر، إلى ذاكرة تسترجع تاريخها فترتقي بأمجاد الأمس، إلى روائع الغد. قصتنا تحتفل بتراثنا وتقاليدنا، فيها خطوط عريضة تسطر أمجادنا. يا شعبا أحب الساحرة المستديرة، هيا. يا عالما انتظر طويلا، هيا. هيا إلى قطر، هيا إلى أروع بطولة، علوة. انضم إلينا عبر الإنترنت من لندن الناقد الرياضي السيد خلدون الشيخ، أرحب به. سيد خلدون الشيخ، هيا إلى قطر 2022 وملصق كأس العالم يتم الإعلان عنه معبرا عن الهوية الثقافية القطرية والخليجية والعربية، تعليقك على هذا الملصق؟ نعم، مساء الخير. أولا، في الواقع هو يعني يبدو أنه ملصق بسيط لكنه عميق بالفكرة، بالإيحاء ما سيجده القادمون إلى قطر من عشق لهذه الرياضة. طبعا قصة الغترة والعقال هي شبيهة بما يفعله الأوروبيون أو عشاق كرة القدم حول العالم بلفحاتهم، بتلفيحاتهم عندما يسجلون الأهداف وينتصرون. وفعلا هذا التصميم عكس فكرة أنه يعني عقلية الانتصار المنتظرة، وكيف سيحتفل القطريون بالأهداف التي تسجل في كأس العالم. فكرة عظيمة وجميلة جدا، ومن الجميل رؤيتها في مطار الشيخ حمد في الدوحة. سيد خلدون الشيخ، يعني أيضا أرجو أن يعني توضح للسادة المشاهدين ماذا يعني ملصق كأس العالم. يعني هذا ملصق أحد كأسات العالم في ساوث أفريقيا، في دولة أفريقية، وهذا أيضا كأس العالم السابقة. أرجو أن توضح للسادة المشاهدين ماذا يعني ملصق كأس العالم. يعني في أكثر من رمز يجب أن يعكس ما هي الدولة المضيفة أو المستضيفة لكأس العالم، رموز من هذه الدولة، منها طبعا التعويذة أو الرمز أو الشعار الرسمي للبطولة، وطبعا رأيناه بشكل كأس العالم على شكل اللفحة العربية المعروفة بألوان علم قطر طبعا. وأيضا هناك ملصقات يجب أيضا أن تعكس بعض التراث، نعم، والحضارة للبلد المضيف لهذا المونديال. ولهذا رأينا هو كم هو بسيط لكنه فعلا عميق بالفكرة، يعكس تماما ما هي الدولة المضيفة لكأس العالم. نعم. أيضا ربما سؤالي الأخير حول ملصق كأس العالم الرسمي، والحديث عن الغطرة، الحديث عن العجال، الحديث عن الملصقات الأخرى، الثوب، يعني هذه الملصقات وهذا الإبداع أيضا جاء من فنانة وابنة قطرية شابة قدمت هذه الملصقات. أيضا تعليقك على أن تكون من قدمت هذا الملصق هي شابة وفتاة قطرية. نعم، أنا على علمي أن هناك الكثير من الكوادر والعقول القطرية من الشباب شاركت بشكل كبير ومهم وفعال في كل جوانب استضافة كأس العالم، إن كان عبر هذه الملصقات التي نراها، إن كان عبر الضيافة واستضافة المشجعين، إن كان عبر
لجنة الإرث المستضيفة أو المنظمة للبطولة. طبعا هذه كلها من إنتاج المواهب القطرية، والسيدة بثينة المفتاح طبعا هي من المفترض أن تكون من المبدعين في هذه الأمور، وخصصت ما تعلمته بإنتاج شيء جميل لكأس العالم سيبقى في ذاكرة الجميع. سيد خلدون الشيخ، اكتمل عقد الفرق المتأهلة لكأس العالم قطر 2022، والمجموعات أصبحت كاملة بعد وصول كوستاريكا إلى مكانها في مجموعتها. تعليقك على هذه المجموعات بعد اكتمال المجموعات الست؟ نعم، اكتملت كل المجموعات الثمانية بالواقع قبل كوستاريكا. كان هناك أستراليا وأيضا ويلز أكملت العدد 32 منتخبا ستشارك في النهائيات. طبعا كوستاريكا كانت كبلد صغير، يعني عدد سكانه 5 ملايين، كان هذا إنجاز رهيب أن تتأهل للمرة السادسة في تاريخها، وطبعا أعتقد الرابعة على التوالي، وبعد تفوقها على نيوزيلندا غير المحبوبة، لأنه نيوزيلندا هي الوحيدة الممثلة لقارة أوقيانيا، وبالتالي لن يكون هناك أي ممثل لهذه القارة، في حين أن كوستاريكا رفعت عدد الممثلين لقارة أمريكا الشمالية والوسطى إلى 4 طبعا، وبالتالي ستنضم إلى مجموعة اليابان وألمانيا وإسبانيا، أعتقد المجموعة الخامسة إذا لم أكن مخطئا. ففعلا الآن بإمكاننا أن نحلم ونتخيل كيف ستكون وضع المجموعات ومن قد يتأهل من هذه المجموعات. نعم سيد خلدون الشيخ، اكتمل عقد المجموعات الثمانية، أشكرك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. ومشاهدينا بهذا ينتهي استاد مباشر، تنتهي مسائل الليلة، نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله في استاد مباشر جديد ومساء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.